موجة من الطقس السيء تضرب مطروح اليوم. النهاردة الخميس اعتقد 14 يناير، 14 او 15، بس النهاردة موجة من الطقس السيء جدا، جو هوا للغاية. انا كده على طريق البحر، بس طريق الكورنيش يعني يكاد يكون شبه خالي من اي حاجة، هوا جامد خالص، يعني يمكن باين حتى في حركة الشجر، باين في النخل كله جاي على ناحيتي. الهواء غربي كبير جدا وهواء جامد، تقريبا الكورنيش ما فيهوش اي حد فاضي خالص، حتى انا راكبه سياره، بس صوت الهواء اعتقد يمكن وصل لكم كده بالراحه. الشجر كله بيتهز، حركه الهواء جامده قوي، حتى معظم المحلات اللي كانت مفتوحه باستمرار على الكورنيش، المحلات دي معظمها قافله النهارده. كان في مطر من شويه صغيرين، بس يمكن المطر كده. انا عايزه اوريكم صوره طفل يعني ماشي عامل زي الاسكيمو، لابس كل حاجه. دي صوره الشجر وصوره الكورنيش، جو هوا جدا للغايه. انا هقف كده في الاشاره اللي عند سانتا ميري، يمكن كده صوت الهوا هيتضح شويه، يمكن حضراتكم سامعين صوت الهوا، شايفين الشجر كله. هو جامد جدا، السماء تكاد تكون ظلمه، ظلمه تماما، يعني كده انا منطلق على شارع كورنيش، بس زي ما قلت الجو سيء للغايه، هو جامد، مش خالي من معظم المره، يعني مفيش غير بعض السيارات اللي ماشيه، والجو شبه مظلم، مش يعني لسه ما دخلش وقت المغرب قبل كده، بس الجو يكاد يكون مظلم من كتر ما السحاب هي. شايفين سوق النخل كله هواء فظيع مطيره، مش قادره. عايزه اوريكم الكورنيش تقريبا فاضي، ما فيهوش ولا بني ادم قدامي، فاضي خالص. انا اجيبه من هنا يمكن اوضح، ده كده طريق الكورنيش، الانوار كلها شغاله ولعه، بس ما فيش حد خالص، في بعض السيارات اللي ماشيه، انما الكورنيش فاضي ما فيهوش اي اشخاص، مفيش، ليس هناك سوى الهواء، لان موجه الطقس سيء النهارده بتعوم على مطروح كتير، ويمكن اكيد على محافظات في الجمهوريه تانية، لكن انا بحدثكم مطروح الجو سيء للغايه. يا رب تكونوا استمتعتم بالفيديو القصير جدا ده، انا بس حبيت اوضح احوال الطقس السيئه اللي في مطروح النهارده، وزي ما قلت هي مطرت كمان، وزي ما احنا هنرجع نتقابل دايما في نفس موعدنا ان شاء الله، حد وثلاث وخميس وكمان جمعة. سعدت جدا بالفيديو القصير ده، اشوفكم في فيديو قادم قريبا بإذن الله. دمتم في رعاية الله وأمنه.